نعم. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء متى يكون وقتها، أول وقتها وآخره؟ أسألك متى يكون المساء والصباح؟ يسأل يقول متى يكون أذكار الصباح والمساء، فأسأله هنا متى يكون المساء والصباح؟ بداية الصباح يعني من الفجر. طيب طلوع الفجر. إذن من طلوع الفجر. لكن المساء والمساء من بعد صلاة العصر. لكن ما ورد كونه في الليل فهو في الليل، كآية الكرسي من قرأها في ليل لابد تكون في الليل، والأمر في هذا واسع الحمد لله.